السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. ما زلنا مع بعض الأسرار والفوائد والمعجزات اللي موجودة داخل هذا اليوم المبارك اللي هو يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى من جيش فرعون، هذا اليوم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تحري أوقات الصيام فيه أو حريص على الصيام فيه زي شهر رمضان بالظبط. في حديث جاء في صحيح البخاري أنه كان أكتر يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرى فيه الوقت أو بيهتم فيه بالصيام فيه اللي هو وقت يوم عاشوراء. وفي البداية حاجة محتاجة أقولها لكم مهمة جدا 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 يا حبايب قلبي، ودي نصيحة أخ غيرت حياة ناس كتير وغيرت حياتي وهتغير حياتك لو التزمت بيها. عايز تبقى من أكثر البشر أو أكثر الناس راحة نفسية؟ عايز تبقى من أكثر البشر راحة في حياتك وسعادة؟ أنا ما بكلمكش السعادة المرتبطة بالمال أو كده، لأن أنت ممكن يبقى معاك مال ومعاك حاجات كتير بس مش سعيد. عايز الراحة بقى اللي هو تبقى شخص مرتاح وسعيد فعلا، حاسس بالسعادة في الدنيا فعلا. في قول مهم جدا أنا بحب القول ده قوي، وكان القول ده بيقول 9 أعشار الراحة في التغافل. يعني ايه يا عبد الله 9 أعشار الراحه في التغافل؟ 9 أعشار راحه في التغافل يعني مش عايزك تبقى شخص مهتم بالتفاصيل، يعني مثلا مش واجهت مصاعب او واجهت مشاكل تديلها اهتمامك، لا تغافل عنها، ركز في اللي جاي. وعايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وهي ان كل التعاسه وكل الازمات وكل المشاكل اللي موجود فيها اغلب البشر حاليا اللي بيواجه يعني مشكله شخصيه بيبقى سببها حاجتين، يا اما حزن على ماضي يا اما قلق من المستقبل. فانت ركز في اللحظه الحاليه وتغافل. حد قال لك كلمه مش كويسه مثلا او انتقدك او قال اي حاجه، تغافل عنه. هو كده كده في ناس يا جماعه عدوه النجاح، انا ذات نفسي في ناس بتقول لي بعض الكلام السلبي، بس انا مش بركز مع الكلام السلبي، لان انا لو حد قال لي كلام سلبي وركزت معاه ممكن اتضايق ممكن كده، فانا ما ركزش مع كلامه السلبي، انا ادعي له بالهدايه، ادعي له ان ربنا يوفقه ويكرمه، لكن ما ركزش معاه. فانت واجهت اي مشكله او واجهت اي صعوبه في حياتك تغافل عنها. طب يا حبايب قلبي في هذا اليوم العظيم اللي هو يوم عاشوراء انا جايب لكم فايده عظيمه جدا وورد عظيم جدا كفيل ان شاء الله ان هو يغير حياتك بالكامل. الورد ده انصحكم ان انتم تعملوه، وعلى فكره الصوره اللي هكلمكم عليها النهارده هي صوره قليل جدا ما اتكلمت عنها في القناه، صوره لها فضائل ولها كرامات كثيره جدا، تغيرت حياه بفضل الله عز وجل، تغيرت حياه الاف الناس بفضل الله اولا ثم فضل ترديدهم لهذه الصوره. الصوره دي صوره عظيمه جدا لدرجه انك لو رددتها كثيرا اي مشكله بتواجهها هتلاقيها اتحلت من تلقاء نفسها. يعني ايه يا عبد الله اي مشكله بواجهها لقيت اتحلت من تلقاء نفسها؟ يعني لو انت بتواجه مشكله مثلا زي تعطيل الرزق او تعطيل الزواج هتلاقي المشكله دي اتحلت من تلقاء نفسها من غير تدخل منك، هتلاقي ربنا حلها لك كده سبحان الله. الصوره دي يا جماعه صوره تحقيق المعجزات. لو انت عايز تتحقق معاك المعجزات، عايز يحصل لك تيسير في امورك، عايز المعجزات تبقى في حياتك كثيره جدا، عايز تتفاجئ ان سبحان الله. على فكره انا قلت لكم حاجه قبل كده في الفيديو اللي فات، كما ان التوسع على اهلك كما جاء في اقوال العلماء، كما ان التوسع على اهلك انك توسع على اهلك وتبسط اهلك وتفرح اهلك في اليوم ده انك تبسطهم وكده، كما ان التوسع على اهلك في هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء بيجعل الرزق لن ينقطع عنك طوال العام. اعتقد والله اعلم ان 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 ذكر الله عز وجل والدعاء لله عز وجل الكثير في هذا اليوم كفيل ايضا ان هو ما يخليش المال ينقطع عنك طوال السنه. وانا قلت لكم حديث قبل كده ان افضل او خير عباد الله هم اللي بيستغلوا الاوقات دي، ده في حديث بس انا بقوله بالمعنى ان خير عباد الله هم اللي بيتحروا الاوقات اللي هي اوقات الاوقات المباركه. تالي يا حبايب قلبي اول حاجه او اول ثمره هتحصل لك باذن الله بعد ما تطبق الفايده دي هي ان لو انت شخص بتعاني من مشاكل او بتعاني من ازمات او بتعاني من عقبات او بتعاني من اي مشكله في حياتك باذن الله وبفضل الله عز وجل المشاكل دي هتتحل من تلقاء نفسها. وعلى فكرة في بعض الناس كان ليهم تجارب مع هذه الصورة، فمن التجارب اللي جاءت عن هذه الصورة ان كانت هناك سيدة بتعاني من مشكلة ان هي كانت بتعاني من مشكلة تأخر الانجاب او عدم الانجاب، واستمرت معها لمدة سنوات يعني تتجاوز ال7 سنين، والحمد لله بعد ما لجأت لله عز وجل وقرأت هذه الصورة الحمد لله يعني رزقها الله عز وجل بالانجاب. من التجارب ايضا التي كانت تروى عن بعض الناس اللي جربوا هذه الصوره كانت هناك سيده بتحكي ان هي كانت بتعاني من الاجهاض المتكرر، يعني كانت كل ما بتحمل بتجهض متكرر. بقت ايضا هذه الصوره والحمد لله يعني الموضوع ده اتحل. فبالتالي محدش يستهون بان انت لجوءك لله عز وجل او ذكرك لله عز وجل او دعوه واحده، اوعى تستهون بدعوه. انت ممكن حياتك، وانا بقول الكلام ده دايما، ممكن حياتك كلها تتغير بفضل دعوه.
انا حياتي اتغيرت بسبب دعوة. مؤمن جدا يا جماعة برسالات الله عز وجل. انا مؤمن ان انا ما جيتش قدامك صدفة ولا انت جيت قدامي صدفة. على فكرة في مغزى من فيديو زي كده يجي قدامك، والناس اللي عارفاني من الاول وعارفاني من زمان، من يجي 3 سنين انا بدأت فيهم القناة، هيعرفوا ان انا مش هممني خالص في القناة دي موضوع بقى ان انا بقى يجي لي بقى متابعين كتير، ولا انا اهم حاجة عندي الافادة ليك، وانا ربنا حطني في الحتة دي عشان انت تستفيد. اللي يعرفنا يعرف ان انا راجل مدرس اصلا، يعني انا راجل مدرس ثانويه عامه، وراجل الحمد لله خريج دار علوم ومن اوائل الدفعه بتاعتي بفضل الله. بجد اي حد بيتابعني وبيشاهد الفيديو ده انه يركز في كل كلمه بقولها، خاصه في الفيديو ده، لانه كفيل انه يغير حياته. فالصوره بتاعت النهارده زي ما قلت لك من الثمرات اللي هتحصل لك باذن الله بعد ما تطبق الصوره دي، هي زي ما انا قلت لك في البدايه علاج المشاكل باذن الله والتعطيلات. لو انت بتواجه اي مشكله او اي ازمه او اي حاجه انت بتواجهها في حياتك مصعبه عليك حياتك، فباذن الله تاكد بعد ما تلجا لله عز وجل في هذا اليوم وتقرا هذه السوره، ان شاء الله مشكلتك هتتحل من تلقاء نفسها. كذلك من الثمرات اللي موجوده ايضا داخل هذه السوره جلب الرزق والمال باذن الله. لو انت لجات لله عز وجل وفعلت هذه الفائده، وبعد ما تقرا هذه السوره في هذا اليوم يوم عاشوراء، باذن الله الفائده دي هتفيدك ايضا في جلب الرزق والمال. يعني باذن الله هتلاقي موضوع الرزق ابتدى ان هو يتيسر معاك، هتلاقي نفسك مش بتعاني. ده مش معناه زي ما قلت لكم قبل كده ان انت هتلاقي مثلا زي ما بعض الناس بتقول، وانا بصراحه يعني بضحك على الكلام، اللي هو هتجد شخص مجهول بره البيت يديك مفيش الكلام ده، ولا هتشوف المال تحت المخده. الكلام ده يعني انا يعني اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل، يعني كلام غريب. لكن انا اقدر اقول لك انك بعد ما تطبق الفايده دي هتلاقي ان امر الرزق عندك متيسر. يعني ايه متيسر؟ يعني مش بتعاني فيه. في ناس يا جماعه بيشتغل وبيشتغل ب 16 ساعه ورزقه قليل، معهوش فلوس، الدنيا معاه صعبه. لكن في شخص تاني بمجرد ما يجتهد بيلاقي الدنيا مفتوحه له وبيلاقي الفلوس معاه. وقت ما يحتاج حاجه او يحب يعمل اي حاجه بيلاقي الفلوس معاه. هو دي بقى التوسعه، او هي دي البركه اللي انا بقول لك عليها. فبالتالي من ثمرات هذه الفائده ان انت هتلاقي باذن الله معاك البركه. ان انت هتلاقي باذن الله، وعلى فكره ممكن الموضوع ده يمتد معاك طوال العام، ان انت هتلاقي باذن الله ان انت المال بيجي لك بسهوله بمجرد ما بتاخد خطوه او بمجرد ما بتشتغل، حتى لو شغل صغير بتلاقي في فرص بتجي لك فيها فلوس، بتلاقي المال بيجي لك بسهوله ما بتعانيش وانت بتجيبه. ده طبعا لو ما كانش باذن الله ربنا كاتب لك الغنى ودعوت الله عز وجل بالغنى وربنا اكرمك انك تبقى غني. يعني استبشر خير، مفيش حاجه مستحيله على الله عز وجل. من الثمرات ايضا اللي موجوده داخل هذه الصوره، وبرده بعض الناس جربت هذه الصوره حصل معاهم بس بعضهم هذه الفائده، وهي التاثير الايجابي. يعني ايه عبد الله التاثير الايجابي؟ يعني الفائده دي يا جماعه عارفين محتاجها مين؟ محتاجها اي شخص بيعاني من الحزن المستمر الدائم، او بيعاني اي او محتاجها اي شخص بيعاني من الاكتئاب المستمر. يعني انت شخص بتعاني من الحزن، بتعاني من الاكتئاب، بتعاني من المشاكل، بتعاني من الهموم، انصحك نصيحة اخ ان انت تطبق الفايدة دي، لان الفايدة دي هتفيدك جدا لو انت شخص بتعاني من الهموم او بتعاني من الاكتئاب المستمر، ان انت بتبقى شخص مكتئب او حزين دايما، يعني بيبقى عندك حزن او عندك اكتئاب او عندك الامور دي. يعني طبعا انا قلت لكم قبل كده ان جسدك بيبقى مملوء بحاجتين، يا اما مملوء او يا اما في طاقة ايجابية يا اما في طاقة سلبية، وطبعا ده يفسره شعورك بالفرح او الحزن. اما تبقى شخص حاسس بالراحه والسعاده ده بيبقى طاقه ايجابيه، اما تبقى شخص كئيب وحزين بتبقى طاقه سلبيه. فحدش يقول لي لا ده انا مش حاسس بده ولا بده، لا مفيش حاجه اسمها مش حاسس بده او بده، لا هو الاحساس بتاعك يا ده يا ده. يعني بتبقى ايه، هتلاقي شويه احساسك مايل للفرح وشويه احساسك مايل للطاقه السلبيه او للحزن. فبالتالي لو انت عايز تصفي جسدك من الطاقه السلبيه وتصفي جسدك من الحزن، واللي جاي لك في حياتك ان شاء الله يبقى كله خير ويبقى كله بشارات ويبقى كله معجزات باذن الله على حياتك، فانصحك نصيحه اخ بتطبيق ايضا هذه الفائده وبتطبيق هذه الصوره. طيب اطبق الفائده دي ازاي يا عبد الله؟ وعايز اطبق الفائده وعايز اسم الصوره، هبدا ان شاء الله في ذكر تفاصيل الفائده بالظبط واسم الصوره والتفاصيل. بس في البدايه محتاج منكم حاجه مهمه جدا، وهي ان انت تشارك الفيديو ده على اوسع نطاق. المشاركه الفيديو مهمه جدا، وان انت تضغط على زر اللايك، وطبعا تدعي لي في التعليقات دعوه حلوه بالتوفيق. ويلا بينا يا حبايب قلبي نسمي الله ونبدا على طول في ذكر التفاصيل والفائده بالكامل ان شاء الله. الصوره اللي هنتكلم عليها النهارده يا حبايب قلبي هي سوره البينه. وطبعا هذه الصوره صوره عظيمه جدا، واولها بيبين مغزى بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام، وايضا سبب نزول القران. والفائده دي طريقه تطبيقها مش صعبه ولا حاجه. طبعا سوره البينه هي سوره مدنيه، وعدد اياتها 8 ايات، وهي في الجزء الثلاثين من المصحف. وقبل ما هبدا لكم في شرح الفائده بالظبط وبالطريقه بالتفصيل، على فكره الفائده دي برضه يا جماعه قد تفيدك في قضاء الحاجات.
يعني اذا كنت تريد حاجه او امنيه استغل اليوم ده، اوعى تفوته. لو انت عندك حاجه من حاجات الدنيا نفسك تحققها، او امنيه نفسك تحققها، او اي شيء انت نفسك تحققه، او نفسك الله عز وجل يكرمك او يمن عليك او يحققه لك، فانصحك بتطبيق الفايده دي. الفايده دي باذن الله هتفيدك. لو انت نفسك في حاجه او نفسك في شيء او نفسك في امنيه نفسك تحققها، انصحك بتطبيق هذه الفايده، لان الفايده دي قويه جدا يا جماعه في قضاء الحوائج. بس بعد ما تطبق خطوات الفايده كلها، قول اللهم حقق لي كذا وكذا، يعني قول بالظبط انت نفسك في ايه، وادعو الله عز وجل بما تريد او بما تتمنى او بالشيء اللي نفسك الله عز وجل يحققه لك. طيب طريقه تطبيق الفايده دي ازاي؟ طبعا طريقه تطبيق الفايده دي سهل جدا. انت بتيجي في يوم عاشوراء في اي وقت من اوقات هذا اليوم، يعني في يوم عاشوراء انت بتيجي في اي وقت من اوقات هذا اليوم، الصباح في المساء. اهم شيء اما تيجي تطبق الفايده، وانا بقول لكم الكلام ده دايما يا جماعه، هو انك تبقى طاهر الثياب والبدن، وتبقى قاعد في مكان فيه هدوء. وطبعا الافضل، ودي عن تجربه يعني مني، ان انت بتضع مسك. واحسن انواع المسك بالنسبه لي، انا ما بقولكش بالنسبه للفايده، انا بقول لك بالنسبه لنا، احسن انواع المسك بالنسبه لي هو المسك الاحمر. انت بتحط المسك الاحمر في مكان النبض هنا كده، بتحط شويه هنا وشويه هنا وبتعمل كده. فكل اللي مطلوب منك طبعا بتبقى متوضي، وبتبقى طبعا متوجه للقبله، وعندك يقين. اهم حاجه طبعا اليقين في الله عز وجل، ده مهم جدا. وطبعا بتبقى قاعد ومتوجه للقبله، واول حاجه بتعملها ان شاء الله هي بتقرا هذه السوره 7 مرات، والسوره هي سوره البينه. بتقرا سوره البينه 7 مرات. بعد ما بتقرا سوره البينه 7 مرات، بنيجي للخطوه الثانيه ان شاء الله، وهي ان انت بتقول هذا الاسم 66 مره. وعلى فكره الاسم ده ليه معجزات حرفيا، والاسم هو يا الله، بتقول يا الله 66 مرة. وعلى فكرة اسم الله عز وجل الله بالعدد 66 ده ليه اعجاز عددي غير انك تقرأه بالعدد يعني. فانت بتقول يا الله 66 مرة. بعد ذلك بنيجي للخطوة الثالثة يا حبايب قلبي، وهي تستغفر الله عز وجل 100 مرة. والصيغة طبعا اللي تستغفر بها الله عز وجل هي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. تستغفر الله عز وجل بهذه الصيغة 100 مرة. بعد ذلك بنيجي للخطوه اللي بعد كده، واخر خطوه في الفايده، وهي ان انت بتقول الدعاء العظيم ده، دعاء السعاده، دعاء البشرى، دعاء الخير، دعاء المعجزات. بتقرا الدعاء ده ان شاء الله 7 مرات. والدعاء اللي انت هتقوله ان شاء الله 7 مرات هو: اللهم اني اسالك توفيقا في طريقي، وراحه في نفسي، وتيسيرا في امري، ربي اعوذ بك من شتات الامر وضيق الصدر. ده الدعاء اللي انت هتقوله 7 مرات باذن الله. وبعد ما تخلص الامور دي، لو انت نفسك في حاجه او امنيه او هدف، انصحك نصيحه اخ ان انت تدعو الله تعالى بما تريد. يعني بعد ما تخلص الخطوات، لو انت عايز حاجه معينه ادعو الله تعالى بها: اللهم حقق لي كذا وكذا. تمام. طبعا تفاصيل الفايده زي ما احنا متعودين يا حبايب قلبي مكتوبه في صندوق الوصف. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.